الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم بين المحكمة المدنية هي من أجل تذكير ومن أجل ناقص الخطر لكي نتفادى أن تتحول إحدى المحاكم إلى بؤر وبائية. هذه ظروف وملابسات تنظيم هذه الوقفة الرمزية التي حددناها في مدة ساعة، وكذلك حافظنا فيها على شروط التباعد وكل إجراء احترازي تفاديا لأن تكون كذلك هذه الوقفة سببا من بين الأسباب. الوضع داخل محاكم الدار البيضاء خاصة المحكمة المدنية والمحكمة الزجرية، والوضع داخل المحكمة التجارية التي جميع موظفيها إذ كتبضت توقع في الطبق تحت الأرضي، وبالتالي توفير شروط السلامة الصحية، توفير شروط العمل من أجل أداء الخدمة. نحن ككتاب الضبط نؤكدها وأكدناها في بلاغنا أننا بكل حس مواطناتي مستعدون بتقديم التضحيات، لكن لا يجب أن نترك ككتاب الضبط نواجه الداء بصدورنا مفتوحة وبدون إعمال أبسط الإجراءات المتعلقة في الكشف المبكر عن الداء داخل موظفي هذه المحكمة خاصة المحكمة المدنية. لم يتم اتخاذ الإجراءات، لم يتم إعمال تحاليل للكشف المبكر عن الإصابة بالداء قبل وبعد العطلة، وبالتالي يطرح السؤال لماذا استثناء موظفي المحكمة المدنية بهذا الوضع التي تعيش وضعا استثنائيا. وضع استثنائي يتمثل في أشغال تهيئة المحكمة التي تسير بشكل حتيت، والمفروض هذا الشكل الحتيت الذي فرض وضعا في تدبير مكاتب هيئة كتاب الضبط، فرض وضعا في تكدس مجموعة من الموظفين في مكاتب، فرض وضعا في اشتغال الصناديق في وضع غير سليم، معرضين لكل مخاطر الإصابة بهذا الداء اللعين، من حيث المسافة ديال المكاتب التي خصصت للصناديق لتذكير بأن هناك مجهود، وبالتالي تم فتح مجموعة من الصناديق، وتم كذلك الاستعانة ببعض موظفي الصناديق بالمحاكم وتدعيم هذه المحكمة نظرا للكم الهائل للملفات التي تفتح الآن في ظل وضع لم يستحضر الوضعية الوبائية للدار البيضاء التي اتخذ فيها الحكومة وضعا ديال الحظر الصحي الجزئي. هذا الحظر الصحي الجزئي الذي اتخذته الحكومة المغربية يتعين أن يوازيه إجراءات من طرف وزارة العدل ومن طرف السلطة القضائية على أرض الواقع لمدة 14 يوما فقط، وبالتالي نستأنف الوضع بشكل كلي وبشكل عام. ضغط مهول على صناديق المحكمة المدنية، آخر الإحصاء اللي عندنا كان نقابة ديال الخميس الفارط تم استقبال ما بين 700 محامي وما بين كاتب محامي، وتم استقبال 270 من العموم من أجل فتح وأداء في الصناديق. وبالتالي في ظل هذا الكم وفي ظل ظروف ديال الاشتغال في ظل الجائحة وفي ظل وضعية تلك المكاتب المخصصة بمنطق البريكولاج، هذا ماشي مكتب رسمي، وبالتالي هذا احنا باش نفكوا الاشكال وتدبيروا ما يمكن تدبيره في ظل الازمه. هذا الوضع الاستثنائي ديال الموظفين، وهناك احتمال الاصابه، هناك احتمال الخطا، هناك عدم وجود تباعد ما بين المرتفقين الذين يتحلقون امام المكاتب. هذا هو عموما الظروف والملابسات التي دفعتنا إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية.